سمع الله لمن حمده. طب يا حبيبي خلص صلاة وتعالى الفطار جاهز. الله أكبر. صباح الخير يا أم براسلي. صباح الفل يا مدفية العش يا حب الكون. الكلام الحلو ده على الصبح. معلش صحيتك بدري بس قلت فرصة نفطر مع بعض. لا سوري يا روحي أنا مش هقدر أفطر معاك النهاردة. ليه؟ أنا الحمد لله بقيت أصوم اثنين وثلاث. بس سنة اثنين وخميس. بجد؟ أيوه. خلاص يبقى الأسبوع الجاي بقى نصوم اثنين وثلاث وخميس. دلوقتي أفطر معاكي. اللهم إني صمت وعلى رزقك أفطرت. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي. أنت طيب يا روحي. ناويين البيت بقى؟ كل سنة وأنت طيب يا حبيبي. وأنتي طيبة يا روح الروح. المخلل بقى عشان يفتح نفسي. فتح نفسي. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي. وأنتي طيبة يا قفص الصدري. العصير بقى عشان إيه أبلع كل ده؟ نسيت أقول لك، مش رباب صاحبتي جابت عبد البر؟ ياه، جابوا باب للعمارة؟ طب والله كويس جدا. جابت يعني خلفت يا سلطان. إيه ده؟ يعني لسه مفيش باب في العمارة؟ خطر جدا على فكرة. ورشا صاحبتي جابت نقراشي. نقراشي؟ ده خلفوه اليومين دول ولا في ثورة 19؟ سلطانة في موضوع مهم بقى عايز أتكلم معاك فيه. عارفه، عمالة تحومي زي سمكة القرش عشان تفتحي موضوع الخلفة. أيوة يا سلطان، هو أنا ليه كل ما أتكلم معاك في الموضوع ده تتنرفز؟ عشان إحنا اتفقنا قبل كده اتفاق رجالة إن الموضوع ده مش هيتفتح في البيت ده. لا أنا ما اتفقتش مع حد، وبعدين بقى أنا من حقي أخلف وأبقى أم. من حقك تخلفي وتبقي أم. ومن حقي ما تعايرش. بتعايريني يا داليا؟ بتعايريني عشان عقيم. سلطان ما تستهبلش، أنت مش عقيم. شكرا يا داليا. بعد ما عشت السنين دي كلها مستحمل ان انت عقيمه وانا اللي كنت سليم، جت اللحظه اللي انت بتعايريني فيها عشان بقيت عقيم. بطل استهبال، انا مش عقيمه. شكرا. شكرا يا بنت الناس يا محترمه اللي بتعايري زوجك. انا ليا كلام تاني خالص مع امك. امي؟ سلطان انا امي متوفيه من قبل ما نتجوز. بجد؟ أبجد، أنت كنت ناسي صح؟ لا ما كنتش ناسي. لا كنت ناسي. لا ما كنتش ناسي. مش أنت اللي قلتي لي إن أنا أمك وأبوكي وجوزك وحبيبك، ولا كنت بتكدبي عليا؟ إيه ده؟ سوري يا سلطان والله العظيم فهمتك غلط. أنا حيوانة أوي، إزاي فكرت فيك كده؟ أيوة حيوانة. خلاص بقى سوري، مش قصدي. سوري يا سلطان. خلاص نفسي تسدد. مش قادر اكل، انا بوظت صيامي على الفاضي. طب بص خلاص انا هقوم عشان تعرف تاكل براحتك. لا لا يا داليا، انا برضو اللي هضحي وهقوم وهسيبك انت اللي تاكلي.